جاوي شخص ديريكتور وديريكتور كيفاش شراكه مع الحكومه ومع الوزارات كيف لازم خلص كل وكان معلوم ديال الحكومه هذه فهي لا الا نخاف معنا في هذا الاتجاه وهي منخرطه بالطبع في هذا المشروع. النقطه الثانيه كذلك اللي بغيت نتكلم عليها وهو انه اليوم بين الاشكاليات الكبرى اللي تشطبتوا بها تكلمتوا على اشكاليه الماء الساحل الشرب في عدم القرويز واشكاليه التصدير الساحلي. وهذه هي الاشكاليات الكبرى اللي تشطبتوا بها. انا فقط نقول انه اولا معلوم ان الوزاره المنتظمه مع المكتب الوطني للماء الساحل الشرب وكذلك مع وزاره الداخليه على العمل الكبير اللي تنسو يتاف. وبغيت نقول لكم ان الاسبوع الماضي الحكومه فهي صادقت على واحد المشروع قانوني غيدوز البرلمان ونتمنى انه الاخوان البرلمانيين انهم يغنيو هذه الوسط بطريقه اخرى وقت ممكن من اجل احداث شركات جهويه متعدده الاختصاصات. وبالتالي باش نوضح هذه الشركات اليوم هي في محل ديال الوكالات او ديال تدبير المفوض اللي هي كانت تهتم فقط المدن وانها غتدخل معها كل ما هو مرتبط بالعالم القروي كذلك وانها غتكلف ما هو مرتبط بالكهرباء غتكلف ما هو مرتبط بالماء سعر الشرب غتكلف كذلك بما هو مرتبط بغير السعر. واليوم بحكم ان النسبه ديال التصدير السعري بالنسبه للعالم القروي ديال الجوج 10% السعر الوطني فهذا غيكون واحد دفعه قويه ان شاء الله اللي غدار من خلال الشركات باش انها تقوم بالواجب ديالها في هذا الاطار وجعلوا انه العالم القروي كي يحظى بالاهتمام الكافي والامكانيات اللازمه في اطار التضافر ما بين المدن والقرى باش انه ان شاء الله نوصلوا لنتائج مرجوعه في هذا الاطار. ومن هنا تما فاحنا مستعدين بالطبع ندعموا ونقوموا بالواجب ديالنا كحكومه ككل وكوزاره كذلك باش اننا نصرعوا في اطار ديال المحطه ديال التخمين اللي كيتفلتوا عليها لان عندنا القوه الرئيسيه اللي خصنا نشوفها. النقطة الثانية وهو أنه بالنسبة للأثقال الاستكشافية أنا فقط اللي نقول وهو أن قررنا داخل الوزارة ومع المحاور المالية باش نعطيو أسبقية لهذا الجانب ديال الأثقال الاستكشافية واللي غدا بحال اللي تفضلتيو في إطار كذلك انطلاقا من الدراسات كنشكر السيد رئيس الجامعة على المجهود اللي تيبدل معنا في هذا المجال مستعدين ونرجع لها أننا نديرو شراكات في هذا الإطار ولكن اللي مهم بالنسبة لنا وهو أنه غنكتفوا من هذه الأثقال الاستكشافية من أجل استغلال الهدف ديالنا ماشي هو نلقاو البنك اللي أساسي وهو يتم استغلاله وبالتالي ما يمكن إلا في إطار شراكة مع المكتب الشرعي ديال المكتب ديال الوطني للماء والشرب والكهرباء وكذلك مع الجهات المهنية في هذا الأمر باش يمكننا نعطيو أولوية لهذا المجال وبغينا نركزو على المناطق اللي فيها الإشكال لا من حيث تكلمنا على المساجد تكلمنا على كذلك المدارس لأننا يعقل أننا عندنا مدارس مكتشفة ومساجد مكتشفة من باب شفاء التسلطة إذا هذه الأمور اللي عطينا أولوية ولكن كذلك المعرفة التي فيها اللي فيها واحد نقص في المياه بالتالي من الضروري اننا نعطيو لها الاولويه. وعندنا اليوم واحد البرمجه خدمة السيد المدير واحد العدد كبير ديال الاثقال الاستكشافيه اللي هي مبرمجه وغنشتغلوا باش ان شاء الله انه هذه المناطق كلها يتم ادراجها في اطار هذا البرنامج. نقطة ثالثة اللي تنتكلموا على الاثقال الاستكشافية ضروري كذلك نتكلموا على واحد النقطة اللي هي خطيرة ونشكركم في هي ديال تلوث. تكلمنا على المنطقة ديال الخلة وعين البيضاء وبرجا وتكلمنا كذلك على المنطقة ديال الكويت والكس. إذا اللي بغيت نقول وهو أننا هذا من الأمور اللي عطينا أولوية في هذا الأمر. تبين بان عندنا اشكاليه كبرى اللي هي مطروحه في عده مناطق لا بالنسبه للسبو ولا بالنسبه للربيع الى اخره.
ولذلك اللي قلت لكم هو اننا حنا غنديروا هذه الدراسه باش نحددوا كيفيه ديال الحد من هذا التلوث، وغنديروا كذلك اتفاقيه اللي تكون مشتركه مع الوزاره المعنيه، عندنا وزاره الفلاحه، عندنا وزاره كذلك ديال التنميه المستدامه وديال التحول الطاقي، وعندنا بالطبع وزاره الاقتصاد الماليه ووزاره البناء والتجهيز والماء زياده على وزاره الداخليه باش يمكننا نحلوا هذه الاشكاليه، لان هذه الاشكاليه مهمه جدا، عندنا خطوره كبيره بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للصحه ديال المواطنات والمواطنين، وفي الوقت كذلك لان هذا الخزان الاستراتيجي، ولذلك اكد على هذا البعد ان الخزان الاستراتيجي ضروري اننا نحميوه بالنسبه للمستقبل. بالتالي هذه الامور ان شاء الله يتم التركيز عليها. بغيت كذلك نتكلم ملي تنتكلموا على الخزان الاستراتيجي تنتكلموا على الفرشة المالية. ملي تنتكلموا على الفرشة المالية رغم اننا كنا بداعي التشبيهات الحوض المالي ديال الكوس فهو من بين المحاور اللي تحظوا ب الحمد لله كمية مهمة من الأمطار، ولكن رغم ذلك شفنا بأن أربع سنوات ديال التراجع ديال الواردات المالية وكان عندها واحد الوقت، وإن السنة الماضية وقع كذلك انخفاض ديال الفرشة المالية، الحمد لله ربنا صدق الأمر هاد السنة الجاية، ولكن هذا ما تمنعش في بناء الإشكالية تروح. دارت عقدة الفرشة ديال الرمل اللي هي مهمة واللي دابا تنفعلوها السيد المدير على أرض الواقع، ومن تنتكلموا على التفعيل ديال الفرشة ديال عقد الفرشة غنوضح شنو إن عقد الفرشة شنو هو؟ عقد الفرشة هو أنه كل المتدخلين مستعملين ديال الماء الناس اللي تعطوا الإمكانيات المالية أنهم تيتفقوا على التدبير ديال الإمكانيات المالية حسب السنوات، تنشوف فيها الحصة اللي غتمشي فيها عشان الحصة يعني كل واحد كل فلاح ياخذ الى اخره، وفيها يجي الصناعه باش انه تدار واحد التدبير عقلاني ديال الامكانيات المالية. ولكن من الامور الاساسيه اللي تنتكلم على الفلاحه، وهنا مع السيد وزير الفلاحه لنا واحد الاتفاقيه في هذا المجال ونشرف عليه، وهو انه الناس اليوم اللي تستعملوا بالنسبه للفلاحه الكبار تستعملوا هذه الامكانيات المالية ضروري عرفوا باش تستعملوا. لنتعطيو هاد الحصة ولكن تنظنو بأن هاد الحصة تتم اعترافها، وبالتالي غنديرو الأعداد إن شاء الله الإلكتروني الذكي باش أنه دقيقا نعرفو الإستغلال ديال هاد الفرشة المالية من طرف كل جهة مالية صناعة كل جهة مالية باش يكون هاد التدبير يكون عقلاني ديال هاد الفرشة المالية ونضمنو الحفاظ عليها، وهاد القضية ديال الإعدادات غنديروها كذلك بالنسبة للفرشة المالية الأخرى اللي هنا بصدد تهيئ عقد الفرشة ديالها. والفكرة الأساسية ديالنا الهدف ديالنا ماشي هو أننا باش الناس يخلصوا أكثر في الفرشة، لا، الهدف هو نضبطوا الفرشة المالية ونعرفوا الحقيقة ديال الاستغلال ديال هذه الفرشة المالية بالنسبة باش يكون عندنا واحد التدبير مستقبلي واستشرافي ديال هذه الفرشة المالية بالنسبة للمستقبل.